ابن الفنان عادل امام بس احد ابنائه في الحلقه 15 انا هظهر في الحلقه رقم 16 فعلا 16 بس القصه هايله بصراحه الاستاذ يوسف معاطي كاتب يعني حاجه ما شاء الله تحفه السنه دي والدور زكريا ده اللي هو ابن مأمون المفروض ان هو الاكبر دور حلو قوي يعني ابن الفنان عادل امام والفنانه لبلبه لبلبه بالظبط انت الاشتراكي ولا الثوري ولا في تفاصيل يو نو تو ماتش يس احنا نعرف كل حاجه فهو الدور حلو قوي كمان محوري قوي وان شاء الله يعني ربنا يقدرني واكون مش عايز تقول انت مين فيهم انا زكريا انا زكريا انا توجهاته ايه لا مش هسالك بلاش دلوقتي المكالمه بتاعت انت موجود مع الفنان عادل امام المكالمه دي عامله ازاي مين اللي كلمك اتقال لك فيها ايه انت رد الفعل كان ايه اللي كلموني طبعا مبدئيا الانتاج ورحت قابلت رامي امام حبيبي وصديقي يعني عشره عمر يعني بس ما اشتغلناش مع بعض وما كناش بنشوف بعض كتير الفتره الاخيره فكنت سعيد جدا ان انا رايح اشوفه اصلا وحكى لي بريف كده عن القصه وعن الموضوع وانا ماشي اخدت معايا سكريبت وقريته انا بقول وانا في الاسانسير يس ايوه تخيل في كام اللي هو انا عايز اقول لكل مين اول حد كلمته كل خطواتي فيعني عارفه قبل ما انت قبل ما واول ما خلصت طبعا والدتي كمان والدتي عايز برضو اوجه لها تحيه كبيره جدا عيد ميلادها كان من 3 ايام كل سنه وانت طيبه ويديمك رب فوق راسنا يا رب ماما من يعني المهمين جدا بالنسبه لي ان هم يقروا معايا يعني انا ببعت لها على طول اونلاين ببعت لها على الميل السكريبت يعني في الكويت لا هي موجوده هي موجوده هنا خلاص ف كل ما تقرا مثلا 4-5 حاجات تقول لي خالد فظيع يجنن هو ده بس عمرها ما قالت لك على حاجه وحشه صح لا في حاجات طبعا لا بس دايما لا دايما بتبقى الام شايفه ان انت بتعمل كل حاجه جميله اتفرجت على الفيلم ولا لسه لو ببعت لها سكريبت باخد رايها فيه بتقول لي حلو او وحش ما هي عايزه بس لو عملت بقى مثلت لو مثلت حاجه وحشه مثلا لا ما فيش حاجه وحشه